سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. النهارده هعمل لكم مكرونه بصوص البولونيز، والحلو هيبقى قمر الدين ان شاء الله. بس قبل ما ابدا اعمل المكرونه اقول لكم المقادير، هي سهله قوي. وجبه كامله تعتبر عباره عن مكرونه سباكيتي، وصوص البولونيز ده عباره عن جزر وبصل وفلفل اخضر، ومعانا نص كيلو لحمه مفرومه وزيت وملح وفلفل. سهله قوي. هبدا اعمل اهو الطريقه، مش عارفه وفانوس راح فين. هنحط. صباح الخير، ازيك يا فانوس؟ ازيك يا دودو؟ صباح الورد. ورد ايه بقى، انا ما بحبش الورد، انا عندي حساسيه. ليه يا فانوس؟ هنخليها ورده على الصبح كده. صباح السكر. سكر؟ سكر ايه، انا عندي السكر. هنحط المكرونه. انت بتصحي بوجع ليه بس دلوقتي على الصبح؟ هنبدا نحط المكرونه. حط المكرونه. يا ريت بقى تتواصلوا معايا على الارقام الموجوده على الشاشه، وسؤال الحلقه عندكم ايه، هي اكثر او اقصر ايه في القران الكريم؟ عرفتها عرفتها عرفتها. طب ما تقولش عشان دي مفاجاه، دي سر، عشان اللي هيجاوب اللي هيجاوب السؤال ده لجائزه من البرنامج. بص، في ناس فايزين معانا، عبير احمد عباس من الزقازيق شرقيه فازت معانا الحلقات اللي فاتت. مبروك. واحمد يا عبير. مختار من بني سويف فاز معانا، الف مبروك. بص بقى يا فانوس، احنا بنحط المكرونه اهو. ايه اخبار بنوره؟ بنوره انا حاسه ان انتم متخانقين مع بعض. مجنناني انا، مجنناني وانا مجنرها. هنعمل ايه بقى مع ليه بعض؟ بقى؟ ايه؟ ليه مجننين مش بعض؟ ليه؟ مش بتسمع كلامي، وكل اهتماماتها بالطبيخ والمحشي والكروم. انا قلت النهارده انت هتعمل لنا اكله حلوه كده. ما انا عامله لك مكرونه بصوص البولونيز. مكرونه ايه؟ البولونيز إيه ده عباره عن ايه؟ لا استنى بقى، استنى عشان نسيت اقول حاجه. البولونيز ده عباره عن لحمه مفرومه وصلصه وجزر وبصل وفلفل اخضر وزيت، كل ده هيتحط على بعضه. ده هنعمل بيه الصلصه. يا دودو يا دودو، بقول لك ايه، انت ما بتعرفيش تعملي عكاوي، كوارع، محشي، الاكلات الحلوه اللي تروب العظم دي؟ انا ممكن احط الصلصه هنا، استنى بس يا فانوس. برضه مكرونه بالصلصه. بص، احنا هنحط شويه زيت كده، ونحط اللحمه المفرومه، ونحط الجزر والفلفل والبصل على بعض، كله على بعضه، كله على بعضه على بعضه على بعضه. ليه بقى يا فانوس؟ ليه بقى؟ وعليهم بقى الصلصة. وبطلة توجعني في الآخر؟ لا، بطنك المرة فاتت وبطنك وجعتك. وبأمانة، بصراحة بصراحة لا، بأمانة يا فانوس، أنا أكلت الأكل كان جميل. ما بقتش قادرة أميز إنه حلو ولا وحش، أنا كل الحكاية إن أنا صايم وجعان. أنا بعمل أكل سهل يا فانوس، افهم، أنت مش فاهم. والأكل الصحي بتاعك ده، صحي كمان، بتاع كوكبك ده بيتعبني، أنا واخد على أكل الأرض. لا ده أكل الأرض والله، يبقى أنا مش أنا نزلت معاكم الأرض؟ فلازم اتاقلم واعمل زيكم. يبقى تعملي لنا انا بتعلم وبعمل. تعملي لنا محشي؟ لا محشي لا، صعب عليا. لا تعملي لنا عكاوي، كوارع، الحاجات اللي بتربي العظم دي، مش كل صيام 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 كده. انا عايزه اخنقك يا فانوس. ليه؟ على فكره، على فكره يعني بجد. أيوة. قولي. انت المره اللي فاتت عملت عمايل مستفزه إيه؟ جدا في الحلقه. بسمع كلامك وساكت، وما بعيبش على اكلك، ولا اقولك انت ما بتعرفيش تطبخي، ولا اقول لك انت عكيت لنا الدنيا، ولا ولعت لنا في الاستوديو، ولا دخلت. طب بالذمه يا جماعه، انا عمري ولعت في الاستوديو؟ لا خالص. امتى؟ بعد الحلقه. بعد الحلقه. بعد الحلقه، لكن اثناء الحلقه بولع في حاجه؟ لا، كان شياط. الشياط الشياط اللي كان بيعمل الدنيا. لا خالص، بتهيألك. قولي لي بقى، انت لابسه جاولت عشان الاكل؟ امال ايه، عشان ايه؟ عشان ايدي مش تتعاص. طب وفين الكمامه بقى، بقيه الطقم، عشان نبقى مطقمين بعض؟ لا ما هو الكمامه امال هشم ريحه الاكل ازاي يا زكي؟ بنحافظ واحنا بنشم برضه. حافظ على ايه؟ انت مثلا البس كمامه ليه؟ وفي حد حواليا دلوقتي؟ يعني الوقت اصل بيقولوا اما اطلع بره بقى في الشارع بلبس الكمامه المفروض يعني. انت قصدك تقولي يعني عشان ما تشمش الاكل الشط، ولا لا، ولا اي حاجه؟ ايوه بالظبط. اهربي بقى، اهربي منه. ماشي يا فانوس، اهربي من الطبيب. انا هوريك بس بعد الحلقه، لازم اتخانق معاكوا بس. انا ما بيهمنيش، انت عارفه انا ما بيهمنيش اي حاجه من اي حد. معانا تليفون؟ تليفون؟ ايوه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه داليا؟ الحمد لله. مين معايا؟ منوره. بنورك. الحاجة أم شريف أبو عامر معاك. أهلا وسهلا يا حاجة أم شريف، عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ هي بس اللي منورة يا بنتي. منورين أهل الشرقية والزقازيق. الشرقية منورة يا حبيبة قلبي. منورة، ربنا يخليكي. شفتي والله فانوس؟ منورة يا أستاذة داليا. هي لوحدها اللي منورة وأنا لأ يعني، ولا إيه؟
انا كنت عايزه اجاوب على سوره، اقصر سوره في القران. اتفضلي. اجاوب على السؤال. اتفضلي. هي سوره الاخلاص. لا انا بقول اقصر ايه في القران. اقصر ايه مش اقصر سوره. شفت النقطه؟ طب خلاص. اقصر سوره، اقصر ايه في القران اللي هي سوره الاخلاص. لا ايه، الايه ايه بالصوره غير السوره. الايه. طب بقول لك ايه، قولي لنا بقى انت طبخه ايه عشان جبت لنا الاجابه الحلوه دي. قولي لي طبخه ايه. سوره الكافرون. حد بيغششك؟ خلاص احنا هناخد الاجابات وهتسيبي اسمك في الكنترول وهنشوف الاجابات الصح وهنعمل قرعه مع الناس كلها. دي شكلها عامله محشي النهارده. اكيد عامله محشي. هم بتحبوا المحشي الشرقي وبيحبوا المحشي اصلا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبه ومتشكره ليكي قوي يا ام شريف. خلصت الكرمه. استنى بقى عشان انا بص دخلت المكرونه مع اللحمه. ده العادي يا دودو، ده العادي بتاعك يعني، مش غريب عليا، بقى لي ثلاث حلقات عمال اكل بالحاجات الحلوه. يلا يا جماعه تواصلوا معايا، ايه هي اقصر ايه في القران؟ اقصر ايه وليست سوره، اقصر اللي ايه بيقرا القران. اللي بيقرا القران بتدبر وعارف هو بيقرا ايه، وهو فاتح المصحف هيعرف يجاوب السؤال. بسرعه بسرعه كلمونا، منتظرينكم على مدار الحلقه. النص الشاطرة كده تفكر معانا. أقصر آية في القرآن. عملت إيه يا دودو وريلي؟ أنا بعملك مكرونة بولنيز وشكل الأكل كده النهاردة هتاكل صوابعك وراه. صوابع أحسن إيه؟ حلقة النهاردة. أنت خلطتي فيها صوابع، كل مرة آكل صباعك والصباع، خلصت على صوابع أكل طبعا بقى. من جمال الأكل بياكل صوابع. جمال الأكل إيه بقى؟ ما تخلينيش أتكلم، جمال الأكل إيه؟ معانا مين؟ حاتم من أسوان. أهلا زكي حاتم. زكي حطوبة. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ حليت السؤال؟ ايوه. اتفضل قول. آية اسمها القارعة في سورة القارعة. آية القارعة؟ ايوه القارعة، الآية اسمها القارعة. تمام ماشي خلاص، هتسيب اسمك في الكنترول وهنشوف كم واحد هيقول الإجابة صحيحة وهنعمل قرعة. هشوف الرد عليك يا حاتم. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا حاتم. انت وكل الأسرة كلها، كل سنة وانتوا طيبين. اعملوا بقى النهاردة يا جماعة المكرونة بالبالونيز دي. أيوة. سهلة جدا، صوص البالونيز ده سهل جدا وصحي جدا. معانا فتحي من القاهرة. أستاذ فتحي. ازيك يا أستاذ فتحي؟ أستاذ فتحي. صباح الخير. صباح الفل. ألو؟ علي صوتك يا فتحي. أنا صوتي على الآخر. انا بالصبح حاجه خالص. فتحي صايم. كلنا صايمين. عايزه الاجابات على رقم الواتس اللي هيظهر قدامكم دلوقتي 012-72-36-229. الاجابات على رقم الواتس على الشاشه عندكم. قبلت ايه يا دودو؟ ما هو الاكل عمال يستوي وريحته رهيبه. اكل ايه وريني كده اشوف. طيب انا شم ريحه جميله. ريحه جميله؟ امال انا مش شاببها ليه؟ انا شايف ريحه شياط ودخان وحاجات كده بتطلع من تحت المطبخ. الدخان ده جميل جدا على فكره، الدخان ده حلو قوي للبشر، خلي بالك. طب شم. النهارده الساعه 4 معايا حلقه مهمه جدا مع الفنانه لولي سمير. يا ريت تسمعونا. ايوه الساعه 4 هنعمل عمايل. شم انت وهتقول لنا ماسكات البشره والتجميل وكل اللي نفسكوا فيه. طب شم انت. شم 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 مع نفسك. معانا صباح. صباح. استنى لولي لوحدي. ايوه الو. ايوه يا استاذ صباح، حضرتك منين؟ من الحومديه. اهلا وسهلا باهل الحومديه. احسن ناس الجزاويه. ازيك؟ الله يكرمك. هتعملي النهارده المكرونه بصوص البولونيز؟ ان شاء الله. اعملي محشي، اعملي محشي احلى ربع عضم. لا انا عايزه اخليكم تعملوا حاجات خفيفه، الناس صايمه ولسه يعملوا محشي وليه يعني. كوارع كوارع كمان. اعملي كوارع. صح؟ اعملي حاجه أجوب. خفيفه. حاضر. ممكن اجاوب على السؤال؟ اتفضلي يا حبيبتي. هي سوره الرحمن مدهامتان. مدهامتان. تمام. سوره الرحمن مدهامتان. طيب ماشي اوكي، سيبي اسمك برضو في الكنترول وهنعمل قرعه بالاجابه الصح. والفكر وترد عليك، سيبي بياناتك في الكنترول وابعتي الاجابه على الواتس اللي عندك. الواتس اللي عندك على الشاشه ابعتي الاجابات عليه. خلاص الاجابات كلها يا جماعه ابعتوها على الواتس عشان احنا بنعمل قرعه للاجابات كلها الصح وبنختار منهم الفايز. ايه يا فانوس مالك خرست ليه؟ خرست ايه بس من عضايلك؟
انا عارف، انا مش عارف هاكل ازاي النهارده، انا كنت جعان طول الاسبوع ومستني الاكله دي، مستنيها بفارغ الصبر. لم نفسك يا فاروق، عشان تقولي لي مكرونه وبيضه وطوله. لم نفسك يا فاروق، انا مش عايزه اتخانق معاك قدام الجمهور عشان عيب. بالكبشه؟ انا اخلاقي لا تسمح ان انا اتخانق معاك قدام الجمهور. بالكبشه بتاعتك اصبيك ام كبشه. معانا حاتم. يا دودا يا ام كبشه. حازم، استاذ حازم. حازم وحاتم. اول بخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. الاجابه الصحيحه الآية الكريمة وردت في سورة الرحمن مدهامتان، وهي تعتبر أقصر آية من حيث عدد الحروف وردت في سورة الرحمن. أقصر آية، أقصر آية من حيث عدد الحروف. تمام يا فندم، أقصر آية من حيث عدد الحروف. من حيث عدد الحروف هي حاميم. حاميم، وهي تتكون من حرفين فقط. تمام تمام يا فندم، تمام، برافو عليك يا استاذ. ابعت لي الإجابة على الواتس اللي عندك على الشاشة. قصيرة وليست كثيرة. بنعمل قرعة ونحدد الفائز. شكرا يا استاذ حازم. شكرا يا استاذ حازم، برافو عليك. من الناس اللي هتفوز معانا ان شاء الله، شكله شاطر وبيفكر. في ناس بتفتح النفس كده على الصبح كده وتخلينا نقدر نحضر لبسنا الفطار كويس. هاتي بنورة، انا عايزة بنورة اشتكيها منك. بنورة سيبيها قاعدة في المطبخ بتطبخ يا شيخة، ريحانا شوية. هاتها بس يا فانوس، هاتها يا بنورة. انت يا بنورة اطلعي لنا شوية من المطبخ ده يا ست هانم، اطلعي. بص بقى، بص احنا هنعمل ايه. ازيك يا بنورة يا حبيبتي، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشتيني والله. وانت كمان يا حبيبتي، وانت كمان، احنا مالناش الا بعضينا. ربنا يخليكي يا بنور. سيبك من فلوس وعمايل الصورة. عمل فيكي ايه الاسبوع ده؟ قوليلي احكيلي. عمل عمايله، ما انا بوزعه يوم الجمعه ده عليكي. معلش. طب انت بتيجي معايا؟ ما تجيش معايا، تيجي لوحدك بعد كده. اسيبه لوحده، ده عينه زايغه. بيقول لي في واحده اسمها ليلي ولا لولو جايه له الساعه 4. الفنانه لولي سمير جايه معانا الساعه 4. لولو لولو ايه؟ ودي زياده عني في ايه؟ ده انا بنوره الاموره. هو انت شفتي شكلها؟ شفت حته كده في الاعلان. شفتي عامله ازاي؟ جميله. طيب بس البلدي يوكل طبعا. معانا تليفون. الو 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 فارس. استاذ فارس. الو، معانا استاذ رضا. استاذه رضا. مدام رضا بالسعود. ازيك يا مدام رضا، اهلا وسهلا بيكي. الاجابه ان شاء الله طه. طه، تمام. ابعتي لنا على الواتس يا مدام رضا، ابعتي الاجابه على الواتس اللي عندك. طبخه ايه النهارده يا مدام رضا؟ رد عليا. استنى يا فانوس بقى، عايزه اتكلم حاجه لأصحاب القلوب الرحيمة. أنا معايا ناس الصراحة أزمة كورونا بهدلتهم، يعني في ناس غارمات كتير معايا، وفي غارمين، وفي كمان ناس عايزة تعمل عملية الغضروف مش معاها فلوس، وفي ناس مش لاقية تاكل بسبب أزمة كورونا قعدوا في البيت. فيا ريت الناس اللي هم عايزين يتبرعوا أو يساعدوهم يتواصلوا على الواتس معايا من خلال فريق عمل البرنامج. بقول لك إيه يا دودو؟ معانا أبو خالد. ألو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بس سمعت، انا كنت عايز اعرف اعمل ازاي لحم حمير. تعمل ايه حضرتك؟ نعم. هو انت بتاكل لحم حمير؟ يعني حضرتك ممكن تاكل لحم حمير؟ هو محرم في القران ولا ايه؟ بس شوف كده، ارجع كده وقول لي. احنا هنلحق في الحلقه ولا ايه؟ لحم حمير هي وصلت للدرجه دي ولا ايه؟ اعمل لك لحم حمير، ايه المشكله يعني؟ يعوذ بالله يا رب. الصبح كده هنلحق. استني يا فانوس. مين يا جماعه؟ فانوس، مش معقوله كده. بص بقى، المكرونه طلعت اهي يا جماعه، احطها في السيرفيس. بص بقى الدنيا عامله ازاي معايا، حاجه ما حصلتش. يا جماعه اتواصلوا معايا على الواتس كتابه، محدش يرن على الرقم، كتابه فقط، عايزه كتابه. عايزين تحلوا الاجابه، حلوها على الواتس. يا دودو هتعلميني ايه النهارده؟ المكرونه خلصت اهي. بصي يا بنوره، هنحطها في الطبق في السيرفيس ده. يا جمالك يا جمالك، فلتح يا الستات. ايوه كده. استنى معانا فارس. الو الو الو. ايوه الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ فارس؟ مبارك فيك يا رب. ازاي حضرتك، حليت السؤال؟ ايوه تمام تمام، اتفضل. هو السؤال، طب ابعت لنا على رقم الواتس يا استاذ فارس، ممكن تبعت لي الحل. جاوب الاجابه وابعته على الواتس.
يا استاذ فادي. واعمل النهارده المكرونه بصوص البولونيز. بقول لك ايه، ممكن اكلم المدام؟ اعمل المكرونه اللي انا بعملها الاسباجيتي دي بصوص البولونيز النهارده، هتاكل صوابعك وراها. طب اكلم المدام احسن يا مدام. هي استنى بس سؤال، هو المدام هي اللي بتطبخ بس؟ سؤال. أيوة. لا ممكن الراجل برضو يطبخ، مش شرط المدام. لا احنا البريوم يا ماما. لا ما هو بص انا من لا. كوكب اخر شعب مصر ده، عشان مش هتعب نفسي. لا بقول لك ايه، ما حدش بيطبخ زينا. ماشي ممكن الراجل يساعدك، ايه المشكله يا حبيبتي؟ لا هو في زي نفسنا، هم بيعرفوا يتخشوا التقليه زينا ويقولوا هق ومق، ولو الحاجات بتاعت المطبخ بتاعتنا. عايزين نغير الثقافه يا بنوره، مفيش مشاكل. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيساعد زوجاته، مفيش مشاكل لما الراجل يساعد مراته في المطبخ، عادي جدا. يعني خلي عندك الوعي والثقافه دي. ايه لما واحد بيقف معانا في المطبخ بيشيل بينقطنا، لكن احنا بنعمل كل حاجه كده. يعني انت مش عايزاه يقف معاكي في المطبخ؟ خلاص انت حره يا حبيبتي. ازاي بطل ابو عين زي غدا اللي مستنين لي لولي وليلي طول النهار النهارده؟ ده هو من امبارح وهو عمال يحلم بالحلقه دي. انا عامل ايه في نفسي؟ طيب مش عارف ارش وشي بميه نار يعني ولا ايه؟ ولا كلور؟ اه لحم حنز. لحم ايه؟ لحم حمير. انا سامعاه لحم والله. الو حنيز. معلش انا اسفه المتصل اللي اتصل وقال لحم حنيز، انا سمعتها صراحه لحم حمير. معلش انا اسفه بجد يعني، واحنا مش هنلحق. اصل اللي انا مش سامعه صوت وطي، يا ريت اللي يكلمني يعلي صوته. طب اعمله ازاي؟ اعمله ازاي؟ هنقول لك الطريقه، هنقول لك الطريقه، بس ابعت لي على الواتس. طيب ماشي. طب حضرتك جاوبت على السؤال؟ لا انا ما مش عارف السؤال. تمام يا فندم، شكرا، متشكره جدا. اقصر ايه في القران، ايه هي اقصر ايه في القران؟ دلوقتي المكرونه خلصت صوص البولونيز، احنا دلوقتي المفروض نعمل قمر الدين. تصدق يا فانوس؟ بقول لك ايه يا لولو، تصدق يا فانوس ان قمر الدين كده؟ شفتي فانوس انا دخلته جوه، خليكي معايا انا عامل لازم احط حاجه اعملها. قولي لي لولو دي اخبارها ايه اللي جايه الساعه 4 دي؟ لولو بس يستنوا معايا انا الساعه 4 قال. فنانة وتجميل وفاشن موديل، فاشن كل حاجه يعني لولو، يعني في كله هتلاقيه. طب قولي لي يا دودو والنبي هي زياده عني في ايه؟ هو انا وحشه؟ والله شوفيها وحاولي تقلديها وتعملي زيها. لا 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 انا ما بقللش حد. وتلبسي زيها. لا 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 انا حلوه كده. بصوا بقى احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ مش عايزين نعمل غيبه ونميمه، دي غيبه، ان انا اجيب سيره انسان دي اسمها غيبه. مش غيبه ها؟ اسكتي. الستات لبعضيها. طلعتيني انا صايمه، مش عايزه اجيب سيره حد. الستات لبعضيها يا دودو. احنا دلوقتي بنعمل قمر الدين. انا لقيت قمر الدين جوافه الصراحه، انا ما بحبش الجوافه. هو المفروض الصح يبقى قمر الدين مشمش، بس دلوقتي في السوق مطلعين جوافه ومطلعين تين، فانا جبت الجوافه. بنروح حاطين نشا على قمر الدين وسكر لو عندكم سكر، ونروح ايه مقلبين. طبعا انت بتحب قمر الدين. يلا سيب الراجل يروح مني. بنوره انت بتحبي تاكلي ايه حبيبتي عشان اعمله؟ انا زعلت منك يا دودو. ليه يا حبيبتي؟ تسيبي فانوس يروح مني ويستنى لولو يا دودو؟ ما فانوس بيحبك مش بالشكل يا حبيبتي، انت بتريحيه هو بيحبك. انا كعبرت خالص يا دودو، زعبانه عليا نفسي من كتر الاكل والاكل وعامل لي اللبس فيه، كعورت خالص. طب خلاص حاولي تعملي دايت وتظبطي جسمك بقى عشان الراجل ما يبصش بره. العب رياضه ودايت، دايت ورياضه، رياضه. ايوه دايت ورياضه زي ما انا بعمل، انا شغاله دايت ورياضه، رياضه ودايت. شفتي؟ بس هقول لك على حاجه، اصل هي حلوه قوي يقولوا. خليكي واثقه من نفسك. بصي بصي تعالي بس، تعالي مش هضربك. في التيك توك وفنانه وكبيره وانا غلبانه. خليكي واثقه من نفسك حبيبتي. انا اضطريت، بصي انا اضطريت ازاي؟ بصي انا اضطريت واحمر لابسه له كل الوان الطيب. بصي بصي عليا كده. طب بصي امشي يا بنوره، انت جبتي لي صداع. بنوره امشي يا بنوره، هاتي لي فانوس، انا مش عايزاكي. فانوس دي اخرتها. انت جبتي لي صداع يا بنوره. انا والله ماشي انا زعلانه. بصي احنا بنعمل دلوقتي قمر الدين. انا مقهوره، انا حرانه وزعلانه. استنى بس، استني يا بنوره، هروح المطبخ بتاعي. قمر الدين لونه ابيض فاتح عشان هو بطعم الجوافه، فانا ما بحبش الحاجات اللي بتبقى فيها حاجات صناعيه دي، يعني انا بحب الحاجه تبقى طبيعيه. بخ مش اهلا يا فانوس، تعالى بقى حبيبي، تعالى بص انا بعمل لك ايه. صراحه بنوره قعدت تشتكي لي منك، مش طايقاه. تشتكي انت بتبص على لولو، انت بتعاكس لولو. ده انا جاي النهارده بالظبط عشانها هي. عيب عيب يا حلقه النهارده عشانها هي. انت صايم، انت صايم. ولا هاكل ولا هعمل حصوم 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 حصوم. ده بيقولوا اموره قوي 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 يا لولو، وانت مخبيه عليا. طب انت انت كده، انت عينك زايغه كده يا فانوس. لا خالص، لا عينك زايغه كده، وانت عايز كورس مني. انا مش عايز كورس، ده شهاده حق وفياه. يعني انا بقول ايه؟ هقول ايه؟ طيب هقول ايه يا فانوس؟ خليك مع مراتك بتحبك. هو انا بكرهها يعني؟ للتواصل على الواتس، محدش يرن على الموبايل، تواصلوا على الواتس.
ماشي، والتواصل معايا في الاكله، حد عايز يعرف اكله يكلمني. بقول لك ايه يا دودو، ما تعرفيش تعمل لنا باميه؟ باميه ويكا كده. المره الجايه اعمل لك باميه بجد. ده وعد. ولو ما عملتش بص بص يا فانوس، انا جبت المج بتاعي اللي هحط فيه قمر الدين، بص عليه حرف الدي عشان مطبخ دالي. ايه رايك حرف الدي ده؟ جميل قوي. جميل جميل جميل. هتديهولي بعد كده؟ هديهولك ليه؟ هدية قمر الدين كده خلص، بس فاتح مش بحب الفاتح ده خالص. معانا رجب من الاقصر. يا رجب الحق 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 الحق. صباح الخير. صباح الخير قمر الدين، وقع. عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. سلمي لي على بنورة. شفت بنورة فانوس، ايه رايك فيهم؟ وفانوس عسل عسل والله. ربنا يعصبك يا عصبية. صباح الخير. احنا عايزين حاجة نمسح. كل سنة وانت طيب. حياة الفريق الاعدادي المحترم. ربنا يخليك، ده من ذوقك. كل سنة وانت طيب. المشاهدين وكل حاجة بتعملها لنا حلوة يا شيخ. متشكرين على ذوق. ايه رأيك في الأكلة بتاعت النهاردة؟ مكرونة بصوص البولونيز. كل حاجة بتعملها جميلة. ربنا يخليك. الله يخليك يا راجل يا عسل. المطبخ بتاعك غير مكلف. بالظبط. أنا بحب أعمل، بحب، أنا اقتصادية عموما يعني. اقتصادي اقتصادي جدا. أنا بحب كده. والنبي يا شيخة بعمل الزبادي. وبعد كده بتبقى ميسه شويه كده، بيبقى فيها ميه. هل عندك خلفيه عن الزبادي؟ الزبادي بيبقى فيه ميه شرش يعني ولا ايه؟ بتبقى ميسه. بص ميسة. هو حضرتك الزبادي ده انت بتجيب الخميره وتحطها على لبن دافي، لبن دافي مش سخن عشان ما يبص. تحطها على لبن. بص ممكن تحطها في فرن دافي عشان يجمد منك، ممكن في ناس بتحطها في حمام ميه، ميه سخنه زبادي يعني، كذا كوبايه كده في حمام ميه، تاني يوم بيجمد. اللي على الوش اللي انت بتقول عليه الاصفر ده اسمه شرش، صح؟ الو. طب شكرا، اتصال فصل. ده بيبقى موجود عادي يعني. كان يجي افطار معانا النهارده. دلوقتي احنا بص عملنا قمر الدين اهو، هنزوقه بالمكسرات كده على الوش. ماشي خليك على الهضي يا زبادي، يا زبادي على الهضي. قمر الدين بس فاتح عشان بطعم الجوافه نوعه الجديد. حاضر. طيب دلوقتي الحلقه خلاص انتهت يا فانوس. بسرعه كده. شكرا لحسن استماعكم، بالهنا والشفاء. اللقاء في حلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. باي باي.